سلام لكل القديسين في المسيح يسوع. النهاردة الحلقة رقم 9 من سلسلة آلهة الأمم في الكتاب المقدس، والحلقة النهاردة بعنوان هل نجا النفيليم أو جنس الهجين أو العمالقة من الطوفان. في الحلقات اللي فاتت اتكلمت على 3 مراحل لسقوط البشر والآلهة أو بني إلهيم. أول مرحلة كانت في تكوين 3 عن سقوط نخاش الحية القديمة في جنة عدن واللي أسقط معاه آدم وحواء. المرحلة الثانية كانت في تكوين 6 عن سقوط مجموعة من بني إلهيم أقاموا علاقات جنسية مع النساء كانت نتيجتها نسل أو جنس هجين من الجبابرة الطغاة، سماهم الكتاب المقدس النفيليم، وقال بعد كده أن الطوفان كان علشان يقضي على النفيليم، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل شوية في الحلقة دي. والمرحلة الثالثة كانت في تكوين 11 في قصة برج بابل اللي يهوى عاقب فيها البشر ببلبلة ألسنتهم وتقسيمهم على 72 أمة على عدد بني إلهيم، وعطى حكم الأمم لبني إلهيم أو مجموعة من أعضاء المجلس الإلهي، وازاي ان الالهه دول او بني الهيم دول فسدوا وتحولوا الى الهه الامم الاشرار اللي بعد كده حاكمهم يهوه وحكم عليهم بالموت في مزمور 82. راجع التفاصيل في الحلقات اللي فاتت. في سؤال جالي بخصوص النفيليم من واحد من اصدقائي ومن مجموعه من الناس اللي كانوا بيشوفوا القناه بتاعتي، فقررت اخصص لي حلقه كامله لانه سؤال مهم فعلا محتاج اجابه. هل بقي في اي نفيليم بعد الطوفان؟ المفروض الطوفان نزل عشان يفنيهم، هل فضل منهم اي حد بعد الطوفان؟ ولو كان ده حقيقي ازاي نجوا من الطوفان او ازاي ده حصل؟ الإجابة على الجزء الأول من السؤال سهل. في عندنا أدلة من الكتاب المقدس بتقول إن في بعض النفيليم أو جزء من نسل النفيليم نجا من الطوفان أو بقي بعد الطوفان. المرة الوحيدة الثانية اللي بيذكر فيها الكتاب المقدس في الوحي كلمة نفيليم بعد تكوين 6 جت في سفر عدد 13-33 لما موسى أرسل 12 جاسوس لأرض كنعان أول مرة، وكان منهم 10 رجعوا خايفين مش عايزين يدخلوا الأرض لأن هم شافوا نسل من العمالقة أو النفيليم جوه أرض كنعان. قالوا قد رأينا هناك الجبابرة، ها نفيليم بني عناق من الجبابرة النفيليم، فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم. يعني في ناس جواسيس راحوا من بني إسرائيل عشان يتجسسوا أرض الموعد، أول ما دخلوا شافوا مجموعة من القبائل، مجموعة اسمها بني عناق، جسمهم ضخم وقوتهم ضخمة، فخافوا ورجعوا وقالوا نحن لقينا بني عناق من نسل النفيليم أو من نسل الجبابرة. ودي تاني مرة يتذكر فيها كلمة النفيليم في كل الكتاب المقدس، ما تذكرش بعد كده. توراة بعد كده بتذكر أجناس مرتبطة بالنفيليم دول. أرض كنعان كانت مليانة من نسل النفيليم أو من الجبابرة المذكورين في تكوين 6، منهم زي ما قلت بني عناق، ومنهم جلياط اللي حاربوا داود في صمويل الأول 17، ومنهم عوج ملك باشان اللي اتذكر في سفر عدد 21، والأهم منهم كل ده قبيلة عماليق اللي اتذكرت عدة مرات في أسفار التوراة وأسفار العهد القديم، واللي فضلت في حرب مستمرة ضد بني إسرائيل لقرون وقرون. كل دول كان ليهم علاقة بالجبابرة أو العمالقة أو النفيليم الطغاة اللي مذكورين في تكوين 6، وده فهمنا كويس ليه يهوه كان عايز يفني الشعوب دي اللي موجودين في أرض كنعان السبعة بالتحديد. كان عايز يفنيهم تماما بكل نسلهم بكل مواشيهم لأنهم شعوب من جنس هجين من جنس العمالقة أو النفيليم، عشان يقضي على هذا الجنس تماما، لأن هذا الجنس بيلوث الطبيعة البشرية وضد كل خطة الخلاص اللي حطها يهوه من أول ما قال حواء نسل المرأة سيسحق رأس الحية. كل خطة يهوه لخلاص البشر كان هيلوثها وجود هذا الجنس الهجين اللي نص نصه بشري ونصه غير بشري. فموضوع ان في نسل من النفيليم بعد الطوفان ده امر مفروغ منه ومذكور في الكتاب المقدس. يبقى بقى الجزء الثاني من السؤال، ازاي فضلوا موجودين حتى بعد الطوفان؟ وده السؤال الصعب لانه مفيش تفسير واضح في الكتاب المقدس، كل واحد بيحاول يطرح تفسيره الشخصي بادله بيحاول يجيبها من الكتاب المقدس. ففي نظريات كتيره منتشره اغلبها معظمها استنتاجات معظمها نظريات، فحتى الكلام اللي هقوله ده هو مش اجابه كامله ولا اقدر اقول انها اجابه كلها صح. اول نظريه بتقول بعد الطوفان مجموعه تانية من بني الهيم عملوا علاقات جنسيه جديده مع بعض النساء وكانت نتيجتها جنس تاني من النفيليم زي اللي حصل في تكوين 6. وانا من ضمن الناس اللي مش مقتنعين بالاجابه دي خالص لانها دي من اضعف التفسيرات، مفيش عليها اي دليل من الكتاب المقدس او حتى من الكتب اليهوديه التفسيريه او الغير قانونيه زي كتاب أخنوخ أو اليوبيل أو كتاب جارد.
لأن يهوى لما عاقب بني إلهيم اللي أخطأوا في تكوين 6 عاقبهم عقوبات شديدة جدا وقاسية، وحكم عليهم بالحبس حتى نهاية الأيام في تارترس أو أعماق الهاوية زي ما ذكر بطرس في رسالته. فأي احتمال أن في كائنات روحانية تانية ممكن تحاول تعمل نفس التصرف غير منطقي، لأن هما مش هيكونوا بهذا الغباء أنهم يقرروا نفس الغلطة اللي تعاقب عليها بني إلهيم الأولانيين في تكوين 6. نظرية تانية بتقول أن نفيليم لأنهم كانوا في الأرض أكتر من 500 سنة قبل زمن الطوفان وقبل زمن نوح، فحصل تناسل بينهم وبين البشر، فنتجت أجناس وأنسال مختلطة بالمادة الوراثية للنفيليم دول. ففي ناس بتقول أن في بعض من المادة الوراثية دي كانت موجودة في النساء اللي موجودين في الفلك في فلك نوح، وأن المادة الوراثية دي انتقلت لنسل حام تحديدا، وبالتحديد لابنه كنعان اللي جه بعد كده منه كل أهل كنعان اللي كانوا ساكنين في أرض كنعان. ويمكن هو ده اللي لمح ليه النص في الكتاب المقدس بعد ما نوح نزل بعد الطوفان وسكر وتعرى، ان حام كشف عورة ابيه. كلمة كشف عورة ابيه كمصطلح في العهد القديم مش معناها ان هو مجرد ابوه تعرى وهو شاف العورة بتاعته، معناها في الاغلب كشف عورة الاب معناها اقامة علاقة مع زوجة الاب، فكشف عورة الاب معناها انك بتعمل زنا محارم. ففي احتمال كبير ان يكون معناها ان حام عمل علاقة زنا مع امه او مع زوجة ابيه، وكان هو ده سبب اللعنة اللي نزلت على حام، ونزلت بالتحديد على ابنه لان ممكن يكون كنعان كان نتيجة هذه العلاقة الجنسية المريبة او المشوهة، واللي ممكن تكون ليها دور في نقل بعض الجينات الوراثية من النفيليم الى ابناء حام او الى كنعان بالتحديد. طبعا الكلام ده مجرد تفسير، لكن مش معروف مدى صحته، لان احنا عندنا تلميحات في النص في الكتاب المقدس، لكن ما عندناش تصريح واضح بيقول ازاي ان نسل كنعان ظهر فيه بعد كده النفيليم او الجبابرة اللي كان من ضمنهم بني عناق وقبيلة عماليق. نظرية تالتة بتقول ان الطوفان على الرغم انه كان طوفان شديد جدا، الا انه ما كانش على مستوى الكرة الارضية كلها، ده حصل في كل الارض، بمعنى كل الارض الاهلة بمعظم السكان. قالك ان الطوفان غطى كل الارض، المقصود بيها كل الارض في منطقة الشرق الادنى والشرق الاوسط، لان كلمة كل الارض مش لازم تعني حرفيا كل الكرة الارضية، الارض المعمورة بالسكان الاهلة بالسكان. وده اللي جه بنفس الكلام في اجزاء تانية من التوراة، زي مثلا لما حصلت مجاعة ايام يوسف في مصر، وبيقول ان ساعتها في سفر تكوين 41 وجاءت كل الارض الى يوسف في مصر لتشتري حبوبا لان الجوع كان شديدا في كل الارض. ده مش معناه ان في ناس جت من استراليا او من امريكتين الشمالية والجنوبية او جم من القطب الشمالي عشان ياخدوا حبوب من يوسف، معناها ان الارض المعمورة بالسكان الموجودة ساعتها وقتها حوالين مصر ومناطق مصر اللي هي منطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى. فممكن نفهم كلمة كل الأرض في الطوفان بنفس المعنى، يعني أكيد نوح ما أنقصي الكونغر أو حيوان الكوالا أو الباندا من أستراليا مثلا وجابهم معاه على الفل. وبالتالي لو فهمنا أن الطوفان غطى كل منطقة الشرق الأوسط، ففي احتمال كبير أن بعض النفيليم من الجبابرة كان عندهم سفنهم الخاصة ونجوا من الطوفان، راحوا في أماكن بعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، استعمروا جزر بعيدة مؤقتا، وبعد كده رجعوا في هجرات متتابعة تاني إلى أرض فلسطين بعد حصار مية الطوفان. وعلشان كده في علم الاركيولوجيا او علم الحفريات بيقول ان بعض الفلسطينيين او سكان الفلسطينيين او الكنعانيين اللي كانوا موجودين في اواخر العصر البرونزي كانوا جايين اصلا من شعوب مهاجرة بالبحر من جزر ومن جنوب اوروبا، استوطنوا في الارض في اسرائيل وفي بعض اجزاء من مصر، وكانوا ساعتها بيسموهم the sea people لان هم جايين من بحر وهاجروا واستقروا في ارض فلسطين. فلو افترضنا محلية الطوفان، فممكن ساعتها نقدر نفسر بالكلام ده ان النفيليم نجوا من الفيضانات اللي حصلت نتيجة الطوفان على مجموعة من السفن هم اللي عملوها، ورجعوا بعد كده يستعمروا ارض الموعد من جديد في ايام بني اسرائيل ورجوعهم لارض الموعد. في نظريات تانية كتير موجودة على الانترنت وموجودة في الكتب وموجودة في الابحاث، لكن في الاغلب انا بميل للمزج ما بين فكرتين، موضوع المادة الوراثية بتاعت النفيليم اللي تسللت الى فلك نوح، وموضوع الطوفان المحلي اللي ممكن ينجو منه بعض النفيليم على السفن بتاعتهم. اكيد في جزء من الحقيقة في كل من التفسيرين دول، او في تفسير مختلط من التفسيرين دول، لكن بكل تأكيد الحقيقة اللي مفيش فيها ادنى شك انه النفيليم فضلوا موجودين بعد الطوفان لفترات طويلة، وبالتحديد في ارض الموعد، وفضلوا شوكة في ظهر بني اسرائيل لفترات طويلة، قرون وقرون، لحد زمن
زمن الملك داود، اللي قضى تقريبا على آخر قبيلة منهم وهي قبيلة عماليق. عماليق مذكور في الكتاب المقدس ان هو ابن أليفاز ابن عيسو من نسل عيسو، ففي الغالب قبيلة عماليق دي نتجت من تزاوج نسل عيسو مع نسل من بقايا النفيلين، فنتج منها قبيلة عماليق. قبيلة عماليق حربت بني إسرائيل وهم طالعين من أرض مصر، وأول ما عدوا البحر الأحمر طلع عليهم مجموعة من قبيلة عماليق وهجموهم وحاربوهم، حاولوا يعملوا إبادة تامة لبني إسرائيل. ساعتها بني إسرائيل حاربوهم وانتصروا عليهم في منطقة اسمها الرافيديم في خروج 17. يهوى وقتها وعد إنه هيفني بني عماليق من على وجه الأرض لأن هم تعرضوا لبني إسرائيل، عشان كده يهوى قال لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع، فإني سأمحو ذكر عماليق من تحت السماوات. ورجع بعد كده قال نفس الكلام في سفر تثنية، اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لاقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف إلهيم، فمتى أراحك يهوى إلهك من جميع أعدائك حولك في الأرض التي يعطيك يهوى إلهك نصيبا لكي تمتلكها، تمحو ذكر عماليق من تحت السماء لا تنسى. يعني ما تنساش، أنا وعدت أن أنا همحو ذكر قبيلة عماليق من على وجه الأرض. قبيلة عماليق فضلوا يحاربوا بني إسرائيل حتى أيام شاول الملك في سفر صموئيل الأول، وكان عليهم ملك ساعتها اسمه أجاج ملك عماليق، ده حارب بني إسرائيل وشاول انتصر عليه، وكان ساعتها شاول ملك إسرائيل وعد صموئيل النبي انه لو انتصر على عماليق هيفنيهم تماما، مش هياخد منهم أسرى ولا هياخد حتى غنايم من المواشي بتاعتهم، هيقتلهم كلهم بمواشيهم. فلما انتصر شاول ملك إسرائيل على أجاج ملك عماليق للأسف أخلى بوعده واحتفظ بأسرى ومنهم أجاج ملك عماليق نفسه، خده أسير. ساعتها صموئيل غضب عليه وقال له انت كده خالفت أمر يهوى، وعشان كده الملك بتاعك هينتزع منك وهيعطى لواحد ملك تاني هيراعي وصايا يهوى، وكان ده الملك ده داود. مذكور في سفر صموئيل الأول بيقول ايه، وقال صموئيل قدموا الي أجاج ملك عماليق، فذهب اليه أجاج فرحا، كان فاكر ان هياخد إعفاء بقى صموئيل هيديله إعفاء. فقال أجاج حقا قد زالت مرارة الموت، فقال صموئيل كما أثكل سيفك النساء كذلك تثكل أمك بين النساء. يعني زي ما انت قتلت ويتمت ناس وخليت نساء أرامل، نفس الكلام هيحصل فيه. وقطع صموئيل أجاج أمام يهوى في الجلجال، صموئيل قتل الملك أجاج، لكن لأن شاول خالف الوصية واحتفظ بجزء من السرايا فغالبا في جزء من أهل أو أسرة الملك أجاج عاش، وده من الأشياء المثيرة في العهد القديم إنك تلاقي ذكر بعد كده لأجاج أو نسل أجاج الملك العماليقي اللي من نسل عماليق مذكور في سفر أستير. همان شخص اللي تآمر علشان يفني اليهود في سفر أستير كان اسمه همان ابن همدثة الأجاجي، لأنه كان من نسل الملك أجاج ملك عماليق. الملك أحشويروش ملك فارس ساعتها عينه البلاط الملكي بتاعه، وفي الوقت ده تآمر هامان علشان يفني بني إسرائيل، ونجحت أستير وابن عمها مردخاي إنهم يفشلوا خططه، وكانت النتيجة إن هامان وجميع أبنائه العشرة تم قتلهم زي ما تذكر في سفر أستير في الإصحاح 7 و9. وبكده بعد القصة السريعة دي اللي وضحنا فيها إن نسل النفيليم فضل موجود في أرض كنعان في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وكانوا أعداء لبني إسرائيل وأعداء لكل شيء ليه علاقة بيهوى إله الآلهة وملك الملوك وبخطته لخلاص البشرية، لدوافع روحية شريرة بترجع لزمن تكوين 6 لما حصل تزاوج ما بين بني إلهيم وبنات البشر نتج عنها الجنس ده، علشان يفسدوا الجنس البشري ويعطلوا خطة خلاص يهوى ان ناس حواء هيسحق رأس الحية. وكان دايما باستمرار هدفهم القضاء على كل بني اسرائيل وعلى كل وعد ليهوى بمجيء المسيح المنتظر اللي كان المفروض انه هيجي من بني اسرائيل، كان هدفهم ان الكلام ده ما يتحققش. وبكده اكون وصلت لنهاية الحلقة دي، اتمنى ان تكون الحلقة دي كانت مفيدة ووضحت بعض الامور الغامضة. وليهوى الاب والابن والروح القدس إله الآلهة وملك الملوك كل الملك والمجد والكرامة إلى أبد الآبدين، آمين.